النهاردة هنعمل تاسك 8. أول حاجة هنتفرج على الفيديو كويس ونعد الموفمنتس بتاعة الكاركترز، ولو في حاجة مش عارفينها نرجع الفيديو. أول حاجة بقى هنعملها ان احنا نجيب الرابت جوه هنا، بعدين ندوس على الأصفر دي نجيب الفلاج، بعدين هو أول حاجة عملها ان هو نط وتحرك يمين، تحرك يمين تاني نجربها. هو كان بيتحرك بطيء قوي، فاحنا هنزود الارقام اللي تحت، نجيب 4، نجيب 4 نجربها. طيب كويس، احنا دلوقتي هنعمل الموفمنتس بتاعت الكات. هو لما الرابط اتخبط فيها هي اتحركت، فانا هنجيب دي. هي اول حاجة عملتها انها اتحركت يمين ونط. فهي اتحركت اكتر من كده، احنا هنحط يمين movement يمين تاني. بنشوف شكرا.